اهلا وسهلا هبه من جديد. وكاتي دائما بالمحبه وهذه الصباحات الجميله اكيد بتحاول نزور كافه المواقع المميزه اللي بتستاهل ان نزورها في بلدنا الحبيب. اليوم احنا مش معكم من جاليري حازم الزهري الفنان التشكيلي، واليوم نتحدث عن فن الخزف، ولكن ما نحكي بس عن فن، اليوم نحكي عن ثقافه، عن تاريخ مع الاستاذ حازم الزهري لنعرف اكثر عن تفاصيل هذا الجاليري والفن الخزفي. استاذ حازم صباح الخير. صباح الورد. الله يعطيك العافيه. لكم وللمشاهدين صباح الورد. استاذ حازم نحكي اليوم عن الفن الخزفي، وانت فنان تشكيلي تتحدث عن تاريخ اردن، تاريخ حضاره، تحكي لنا عن الفن الخزفي في البدايه. يعني أنا ببدأ من إربد ومن سهول حوران اللي هي إربد وقرية حريمة، وببدأ ب يعني بالطينة أو الحثان اللي كنت أنحت فيه، وبعدين دراستي ببغداد ودرست على إيد فنانين كبار مثل إسماعيل فتاح، إسماعيل الشيخلي، محمد غني، ورجعت إلى الأردن واكتشاف هالكم الحضاري الموجود بالأردن. يعني أنا بحكي عن حضارة تمتد لعشرة آلاف سنة من تماثيل عين غزال اللي هم لقينا نوجدوا بمنطقة عين غزال، وهذه التماثيل تعتبر من أهم تماثيل في العالم. موجود هلا، صار تم إعارتها لمتحف اللوفر في أبوظبي، وإعارتها لمتحف اللوفر في باريس. وهاي التماثيل بتمثل نوع من يعني من نوع من العلاقة الإنسانية الاجتماعية اللي هي بتمثل الذكر والأنثى، لأنه موجود بكل تمثال راسين، بتمثل الخير والشر، بتمثل الأشياء هذا. وهاي التماثيل يعني تعتبر من أهم التماثيل. مثل ما حكيت عن تمثيل الأدوار، ونحكي عن بعض اللوحات الموجودة. أنا حابب نأخذ جولة أنا وياك أستاذ حازم، وين حابب نبدأ؟ يعني نبدأ من هاي، من هون، من الجهة. نعم. من هاي الجهة. هذا يعتبر الخط العربي المكي القديم. نعم. اللي هو ارتباطه بالسرياني. انت بتعرف احنا خطوط العربية اجت من الارامية، والارامية بتتقسم لخمس كتابات. نعم. صفوي، ليحاني، وثمودي، علم طبعا. نعم. فانا اخذت سواء دلالات الصحراوية او سواء الخط العربي او تماثيل عين غزال او الحداثة في التماثيل مثل ما احنا شايفين هون، هذا كلياته بيرتبط بثقافة وحضارة. أنا ما بحكي عن حضارة منطقة، لأن كل المنطقة تبعتنا مرتبطة من سومر لحتى الأنباط لحتى التاريخ الحديث. بتلاقي بعض الدلالات الصحراوية اللي من 3000 سنة وتستمر بحديث هلا. حازم، عن الألوان، كيف استخدام الألوان؟ يعني هون الألوان بتختلف، يعني كيف تختار الألوان الموجودة باللوحة؟ هاي ألوان الخزف هي مطورة كثير. يعني احنا بنعتمد على الطينه، وبعد الطينه بنلون. طبعا انت تعرف الفنان له وجهه نظر، له فترته، له حاضره وله ماضي. نعم. فبده يربط حاضره وماضي. طيب. فهي المسائل بتعتمد، اللون بيعتمد كيف الفنان بشوف هاي المرحله بالنسبه له. طيب نحكي عن الدلالات برضو استاذ حازم. يعني صورنا هاي، تمام، بشوف الدلالات هاي الموجوده على هاي اللوحه. شو هاي دلالات صحراويه؟ اول ما شفتها بجبل القرمه. جبل القرمه طبعا هو بمنطقه الازرق. نعم. وجبل القرمه موجود عليه من 3000 سنة رسومات بدائية ودلالات صحراوية تعني أما موجود حيوان مفترس أو وجود مثلا مرعى أو وجود كل رمز له إشي. أنا أخذته وطورته وعملت عليه أشكال حديثة مثل ما أنت شايف هون، راسم وجه، راسم ناحت هون، نفس الشيء، هاي نفس الرموز. مستكمل الدلالات الموجودة. مستكمل. كمل أيضا أستاذ حازم، وين حاب تقضي جولة كمان؟ أنا حاب أخذكم كمان على النحت. يعني نحت هون. هذا النحت. هون أخذ التمثال السبئي قديم وعملته من البرونز. يعني هذا التمثال كان مجموعة تماثيل جيت عملت من وجهة نظر ثانية. بتعرف الحضارة العربية أو يعني العرب العاربة. نعم. نعم. هم أهل اليمن وأهل الشام.
وأهل العراق، هذول هم العرب العاربة. يعني أستاذ حازم إحنا بيجوز معنا دقيقة من الآن وقت سريع، ما راح نأخذ كل المعرض، ولكن أكيد الحلقات القادمة راح نأخذ زوايا أكثر في معرض حازم الزعبي موجود لها في العاصمة عمان. شو حاب تحكي للناس؟ كيف حاب نوجه الناس الآن للحرف الخزفي؟ أنا بحب أحكي للناس إشي واحد، إنه كثير مهم الواحد يهتم بتاريخه، يهتم بثقافته، يهتم بهاي المسائل اللي هي أساسنا. فهذا الإشي هو أصلاً إحنا ما بنقدر نبني مستقبل إلا على تاريخنا وعلى اعتزازنا بتاريخنا. إحنا أهل حضارة، لما بحكي من 10,000 سنة تماثيل عين غزال موجودة لحديت هلأ، إحنا بنحكي عن حضارة، حضارة وتاريخ. نعم، حضارة وتاريخ. فالناس، إحنا الأردن هي عبارة عن متحف مفتوح بيمتد من شمال الأردن حتى جنوبه. نعم. ما ننسى مرور، يعني مثل في ممالك عربية زي أوغاريت، زي تدمر، زي الأنباط، هاي كلها ممالك عربية. وهاي للمعلومة، هذول قاوم مثلا الاحتلال الروماني، كان احنا كنا محتلين، يعني زنوبيا قاومت الاحتلال الروماني. واحنا أساسها أهراءات روما. هي حوران. هاي سوي حوران مؤثر علينا. وبحكي وعين أستاذ حازم وجمالية أهل وأهلنا في إربد وشمال المملكة محافظة إربد. كل احترامك أستاذ حازم حبيبنا الزعبي. حبيبنا رائد الله لنا جولات في معرض حازم الزعبي وهذا الجاليري الجميل، نستمتع لما نزوره ونشوف هذا التاريخ والحضارة موجودة. وأنا بشكر التلفزيون الأردني على إتاحة هالفرصة، هالدقائق اللي نحكي فيهم عن حضارتنا. واجب نسيب حبيبي، الله يسعدك. شكرا مشاهدينا الكرام، دائما بجولة الصباحية معكم من خلال هذا الربط المباشر على شاشة التلفزيون الأردني، دائما نكون موجود معكم بالمناطق المميزة اللي بالسهل اللي احنا نزورها اليوم في جاليري حازم الزعبي في العاصمة عمان. وأدعو الجميع زيارة المعرض والاستمتاع بهذه اللوحات الجميلة اللي بتعكس حاضرنا وماضينا وتاريخنا، وأكيد حكينا عن عصور طويلة وكبيرة جدا إلى وقتنا هذا. الآن راح أرجع إلى كادي وهبة لاستكمال فقرات برنامج يوم جديد ويسعد صباحكم.